انا ورا شويه اه اللي هو ما قلت لك على اللعب الكوري، ايوه ان انت ده جامد وانت كنت ضعيف وكسبته محطات هي في الحياه. اه فانت بترجع. لا انا يا مصر كنت يعني في قراره نفسي لو انا لعبت الفاينل هطلع كل اللي عندي، انا عايز اكسب واخد ميداليه ذهب. تخيل ان انت عاوز توصل وتاخد ميداليه ذهب، بالنسبه لك دي حاجه كبيره جدا ان تاخد اولمبياد ذهب، دي يعني شيء غير طبيعي وغير وبعدين انت بقالنا حوالي كام سنه، بقالنا حوالي من 64 ل 84 20 سنه ما خدناش ميداليات، وانت تيجي تاخد ميداليه طبعا بالنسبه لي فانا كنت عندي حلم ان انا اكسب والعب فاينل والعب كل اللي عندي. اولا الماتش كان، طب جت اللحظه التاريخيه بقى وانت هتلاعب يا مشطه، اللحظه اللي احنا مستنيينها من الستينات. بص هنرجع هنرجع ورا شويه، هنرجع ورا شويه. اللحظه دي جت بعد ما خلصت السيمي فاينل. انا اول ماتش لعبته مع التونسي وبعدين الروماني، على فكره الروماني انا كنت واخد في البطوله الألمانية خامس وهو واخد ثالث، هو اقوى مني في الترتيب يعني، وكنت عامل حسابي عليه والحمد لله ربنا كرمني وكسبته. وبعد كده لعبت الصيني وكسبته. بعد الماتش ده انا بجهز نفسي للماتش الفاينل. ما اعرفش ان ياماشا مصاب ولا اعرف ان هو اي حاجه، ما عندكش معلومه خالص. انا من اللحظه دي في بيحصل اللي هو زي ما قلت لك، اللي بياخدوا اللي خسروا مني هيلعبوا طول ضرديه، واللي خسروا منه هيلعبوا طول ضرديه. هو فاضل له ماتش، انا لعبت قبل منه، انا لعبت السيمي فاينل قبل منه، هو هيلعب الفاينل خلاص وهو هيلعب السيمي فاينل. وانا رحت الحمام البستير غيرت واخد دش ساقع، ما ينفعش اخد دش سخن، انت عارف العضله لازم تحافظ عليها. فروحت خدت دش ورحت راجع لقيت الكابتن الله يرحمه الكابتن محسن شعاد بيقول لي ده يا ماتش هترمى. رمى؟ ترمى ازاي؟ قال لي ترمى. فروحت على المينيتور في الحمام صاب يعني، لقيت ركبته طبعا بيزق، كان بيلعب مع كولومبو اللي هو اللاعب الفرنساوي، اللاعب الفرنساوي اللي رمى يعني ربع نقطه حاجه خفيفه يعني، لكن يا ماتش بعد كده كسب. فلقيت بقى انه مصاب. وبعد كده انا رحنا بعد ما خلصت، رحنا احنا بنسخن في صاله وفي عليها بساط يعني، فلقيته بقى جاي بيزق وكميه بقى اسمه ده تلج وادويه وبتاع. كانت اصابه عنده في رجله اليمين في ركبته، قطع في الرباط الداخلي. قطع في الرباط يعني اصابه قويه يعني ما يقدرش اصلا ممكن يلعب المباراه من الاساس. انا شفت المنظر ده مش عايز اقول لك والله يا كابتن اسامه انا جالي احباط. احباط لان انا عايز اشتغل، عايز العب. طب انا هلعب معاه ازاي بالطريقه دي؟ والراجل ده بالنسبه لي هيرو. عارف انت جواك بقى في صراع. انك انت تلعب او ما تلعبش. هتلعب على رجله او ما تلعبش على رجله. ده كلها صراعات داخليه. صراعات داخليه. وانا مش قادر اعمل حاجه، لكن في الاخر يعني زي ما تقول ايه ربنا زي ما قلت هو ايه، انت مصير مش مخير. خلي بالك ده رساله، حضرتك بتقول كلام مهم جدا عشان الشباب اللي بيسمعنا دلوقتي، حضرتك بتدي درس في الاخلاق، اخلاق الرياضه. فقررت ان انا ما العبش مع رجله المصابه. ليه؟ لان الراجل ده بالنسبه لي الهيرو، وده بالنسبه لي المثل الاعلى، فانا ما ينفعش اهين المثل الاعلى بتاعي. ما ينفعش ان انا العب عليه والعب على رجله، خصوصا لو انا الحركات بتاعتي هي نفسها اللي لازم العب على رجله دي عشان اكسب، ولازم العب يعني لازم اعمل حاجات لا محاله ان انا العب عليه. اي نعم انا بلعب يعني انا من اللعيبه القليلين اللي بيلعب يمين وشمال، لكن عندي اليمين اقوى من الشمال. فبقيت يعني في كونفيوز. وبعدين جالي حد قال لا فرصه بقى انت تلعب على رجله، قلت له مش هلعب على رجله، لا هتلعب على رجله، لا مش هلعب على رجله، خناقه وزعيق وفي الاخر قال لي انت حر اعمل اللي انت عايزه وسابني. وجا المدرب قال